بالتأكيد من خلال الصور يتضح أن كورونا هو الذي يلعب دور البطولة عالميا في هذه المرحلة، ودوما نتابع القاسم المشترك الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها الدول على مستوى العالم. نبقى في متابعتنا ووقفتنا هذه المرة مع الشروق وتصريحات وزيرة التضامن نيفين القباج. نستهدف توزيع 250,000 كرتونة مواد غذائية في رمضان. من صحيفة البيان الإماراتية، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا تعليق على ظهور كيم جونغ أون الرئيس الكوري الشمالي. النيويورك تايمز الأمريكية، الرئيس دونالد ترامب: الولايات المتحدة تجيز استخدام عقار ريمدسيفير لعلاج مرضى كوفيد-19. ومتنفس من مخاوف كورونا وسخونة الأحداث السياسية، من صحيفة ديلي ميل البريطانية: شهدت العدوى الناجمة عن تناول الأطعمة الملوثة ارتفاعا بلغت نسبته 15% في جميع أنحاء الولايات المتحدة وفقا لتقرير صادر عن شبكة المراقبة الغذائية، ما يعد علامة على أن التقدم في السيطرة على مسببات الأمراض الرئيسية التي تنتقل عن طريق الأغذية في الولايات المتحدة قد توقف. إلى بعد نفسي لبعض الممارسات الغذائية، النظام الغذائي النباتي قد يدفعك للانتحار. هذا العنوان نقرأ تفاصيله من صحيفة الشرق الأوسط اللندنية. كتبت تقول: إن دراسة أمريكية حديثة أكدت أن النظام الغذائي النباتي قد يزيد من احتمال إصابة الأشخاص بالاكتئاب وقد يدفعهم للانتحار، في حين أن تناول اللحوم قد يحسن من الصحة العقلية بشكل ملحوظ. بهذا الخبر نصل وإياكم مشاهدينا الكرام إلى ختام جولتنا الصحفية. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.